خلينا نفهم يوم يعني عم بدأ دل ما فهمنا كل الدنيا. هذا جديد ما أعرفه. لا 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 أيوة الله يسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. والله الواحد عاد محروق وطلع الفس في الأسعار دي. أسعار كتير أول الأسعار يا جماعة النهاردة الساسو 19 جنيه الساسو 19 جنيه الفيومي 14 جنيه ونص الفيومي ب 14 جنيه ونص 14 جنيه ونص الفيوم الابيض الابيض 29 الابيض البلد 12 زي حاجه الفرخه تموت. طب الفرخه تموت والله ما غير دوت. صل على النبي بقى صل على النبي. حد عارفه اجيب كاس جوه منين؟ والله ما اعرفه. هو عارفه عارفه منين؟ والله ما يعرف. يا شيخ والله سيبوهم هم يعيبوا والله 100% ابيض فرز الزوك يا جماعه. اول عمك احمد بابو عبد القادر احمد عبد القادر من اكبر المطاعم فرع صبحي كابر فاتح في ابو الاخضر. صبحي كابر الفراخ ب 30 جنيه جوكا ب 30 جنيه يا جماعة. والله الواحد خزان يا عم فرز جوك 30 جنيه يا بلاش والله يا الله يا بلاش يا عم. والبرك المشرك والمولر يا جماعة ب 44 جنيه 44 جنيه ب 44 أنا عارف بط مشرك ومولر جماعة الواحد بط معانا في الجوف الغلا يا زين. البيور ب 36 جنيه البيور ب 36 جنيه يعني احنا عايزين الكلمه دي والله من ساعتها عايزينها من ساعتها. ايوه والله بط معاوية ولا مشرك ومولر عامل 30 34 جنيه 44 جنيه. يلا يلا يا ولي مش يلا عشان اعرف اعمل البس ماليش حراري. ب 12 ب 12 والله مستويين ب 12 هم اللي مغمضوش ده كده ولو اللي خدوا كده هو اللي كده ما تضحك يا عم. لا سلام الله والله انت حر يعني ليه رجل هنا وجايين بروز ده كده؟ لا هنشيل له ربعايه يا عم عشان ابن اخوه يلا يلا يا عم يلا عايزين نعمل البتاع ما هي يا عم انت هو بيطيح يا راس يا باشا حصل علاج علاج ايه؟ انا علاج عارفين ما افكر انا ما عارف مين الحين الفراخ الفايض اللي هو اللي هو اللي انت بعت لي صور وقتها؟ اللي بعت لي صور وقتي؟ لا بعت لي صور بكلمكم من كام يوم؟ يا حرام. طب خد
طب وليه بقى عليك كده المحادثه بس عشان افتكر ام نعم. يا عم راجل يلا اهو انا كنت واخده من حد الاسلام والله زعلنا منهم اول مره تحصل معاه. ما في صور اللي هم الفراخ؟ لا هي كده كده اهو كله ماس واحد. لا كده اهو هم ديوك والله. انت لسه عارفين هم ديوك ولا لا؟ مش بقى عارفين. هتلاقي جرعه الكوليسترول دي ده لسه دي ما ينفعش الا بعد ال 25. يا سلام اكل اجرعه الكوليسترول. في سال ولا حاجه؟ سال؟ لا ما فيش سال خالص. لا ده كم ما كانت كوموت منك على بعض ولا حاجه؟ لا ما ده فوق قد كده اهو. ماشي اه كان عاوزين يكون كان لا خلاص هطلع من ده هطلع كيس في كيس فيتامين ده كده من ده بالظبط. اه كم دي ب 44 وده هو ليه ب 30 ده اللي هو البيور ده البلد الفرنساوي والبور اللي تحت ده لا لا تحت الكيس الكبير. انا استلفت المره 75. لا اقول لك ابن اخوي امال لما اجي ابن اخوك كنت قلت له 10000 جبت يا اخي 587 شفت اهو عامل زي 5000 لا الثاني الثاني الخبير ده. نعم يا غالي دي بقى 15 بقى على الاكل على الاكل. الروم الاسمر يا جماعه موجود اول عامل 5 وعامل 90 جنيه اخر يوم النهارده ده ب 90 جنيه ان شاء الله. الروم الاسمر كمتى يا حيس؟ كمتى يا حيس؟ اي حتى على الاكل معلقتين كده على الشور العلف ولا حاجه. تتذكر علف نوع ايه؟ هرمان. هرمان؟ ايوه والله. برنامج ولا صوم؟ مكتوب عليها ايه؟ ما انا ما اعرفش لونه والله. لا هو بدري عادي. برنامج؟ هو العادل هرم. خليه سوبر. سوبر. هرمان سوبر من دور العادل. اه بقى. السوبر وبس. فرنساوي يا جماعه بطه فرنساوي 30 جنيه بطه بيور 36 جنيه. ماشي يا بابا. ها؟ ها؟ هاتوا كرتونه بقى كده واعمل اللي انت يعني صاحي المكان ودي وانا خلي بالك انا جاي عشانه بس. طب ما انت جاي ما انت جاي انا جاي تشرب شاي. ما تعمليش اصلا. انا جاي عشانه بس. هات جوه جوه هنا هات من عينه 5000 جوه هنا. معلش يا جماعه. انا مفتوح والله ما اقدر البس. السمان ب 7 جنيه السمان 7 جنيه. الروم الاسمر اهو الروم الاسمر بكام الرومي؟ ب 90 روم اسمر اهو شويه رومي ما شاء الله ب 90 جنيه. امسك كده دقيقه واحده كده امسك ده واحد السمان ب 7 جنيه قربنا نخلص سمان بس جاي بكره ان شاء الله تعالى. السمان ب 7 الرومي اهو بسم الله ما شاء الله رومي الاسمر رومي رمضان وشعبان وشوال وذو القعدة وساسو 19 اهو فيومي ابيض بلدي ساسو بط كل البط ما عدا ما عدا الايه ما عدا البط البيور البط المسكوفي باذن الله مفروض بط اه اسكارو اسكارو دي في بط اسمه اسكارو دي اسكارو دي ولا كل حاجه موجوده اهي بفضل الله. بطك فراخك ياخد في ايد اللي في حاجه في ايدك وانت ماشي كل حاجه موجوده
فيوم بسم الله ما شاء الله شويه، فيوم الصبر الصبر الصبر، فيوم بدو لحم، فيوم بدو لحم اه بدو لحم ابيض، فيوم في برابر ما شاء الله وحد الله. وبس بلدي بلدي اه بلدي بلدي بلدي. جيب يا عمي يلا ما تعد يا عم 50 فرخ يلا تخيل. ماشي والله ماشي ما ما تعمل يا عم يلا اهو كلامي طلع اهو كلامي طلع اهو كلامي طلع افتح انا في البث يعني مش عايز افتح البث ايوه عمك احمد عبد القادر اهو اهو راجل ابو الاخضر الفول والطعميه رقم واحد يعني اشهر من ابو طارق بتاع القاهره علي نعم اشهر منه ما شاء الله امانه وصدق ما فيش بعد كده ابو الاخضر يعني ادم ابو الاخضر ما شاء الله. يلا يا عم يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.